إذن معنا في الاستوديو الدكتور جلالة النيرة، أستاذ باحث في كلية الطب جامعة الشارقة. دكتور جلالة، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا، نورتنا في الاستوديو. الله يسلمك يا رب. أسألك في البداية، كيف نتجنب داء العصر اللي هو السكري؟ سؤال جميل، ولكن عشان أجاوبه لازم نفهم كيف المرض بيصير أصلا عشان تعرف كيف تتجنبه. هلا بالوضع الطبيعي السكري عبارة عن زيادة في 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 سكر الدم نتيجة قلة أو خلل ما في عمل الأنسولين، هرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين اللي يتم إفرازه من البنكرياس بالضبط من خلايا اسمها خلايا بيتا. المفروض من الأنسولين، المفروض في في في, في الوظيفة تبعته إنه يساعد على دخول الجلوكوز في خلايا الجسم الأخرى على أساس إنه الخلايا هاي تستخدمها كطاقة، عضلات، الشحم، الكبد، هلوما جرى. هلا اللي بصير إنه بصير في خلل، يا إما في إفراز الأنسولين، كمية الأنسولين بتقل، أو إما الأنسولين لا يستطيع إدخال الجلوكوز على الخلايا. هاي المشكلة. هلا عشان تتجنب الموضوع هذا أو تعمل نظام وقاية، إيش المفروض منك تسوي؟ بالدرجة الأولى الرياضة، الإكسرسايز. الرياضة طبعاً بتحفز عضلاتك، تحفيز العضلات والشغل طبعاً العضلات هذا راح يساعد على زيادة السنسيتيفيتي أو زيادة إدخال الجلوكوز في الخلايا وبالتالي تقليلها في الدم. هي رقم واحد. رقم اثنين الوزن الزايد، لازم تخفف الوزن. ليش الوزن؟ لأنه كل ما كتر وزنك وزاد وزنك كل ما زادت كمية الدهون. زيادة كمية الدهون في الجسم راح تأثر على عمل الإنسولين، راح تقلل فعاليته. عرفت علي؟ هذه بالدرجة الثانية. بالدرجة الثالثة طبعاً في عندك لازم يكون في عندك نظام غذائي متكامل صحي مليء بالألياف. في بعض الأمور الثانية اللي ممكن تسويها على سبيل المثال غير الرياضة وغير الوزن الزائد أو إنقاص الوزن، طبعاً تتحاشى الأكلات الفاست فود اللي احنا بنسميها والأكل المعلب، جنك فود. بالضبط، جنك فود بدون ذكر أسماء طبعاً. إضافة التدخين لأنه كمية كبيرة أو رقم مهول من المرضى بالسكري بيكونوا مدخنين. فهي الأمور يعني ببساطة اللي ممكن يسويها الشخص على أساس يأخذ نوع من الوقاية. ولكن بدك تحط في عين الاعتبار شغلة مهمة كثير هم، إنه في أنواع من السكر ما بنفع معها الكلام هذا. احنا نبغى نتكلم دكتور، عفوا على المقاطعة، بس على موضوع أنواع السكري. نعرف إنه في نوعين من السكر من ناحية الإصابة أو سبب الإصابة فيه، يا إما يكون وراثي أو يكون مكتسب. فنبغى نسألك ما هو الفرق بينهم من ناحية حدة الإصابة وإمكانية التخلص من المرض؟ هل في إمكانية؟ هلا هو النوعين الأساسيين هما النوع الأول والنوع الثاني، هذا المعروف، ولكن في عدة أنواع أخرى الناس ممكن تجهلها. طبعا في سكر الحمل، في سكر الأطفال، في سكر بسميه سكر البالغين الناضجين، عرفتي؟ فكل مرض بدك تاخديه على حدة. على سبيل المثال سكر الأطفال اللي بصيب الأطفال قبل عمر 6 شهور بشكل عام مرض وراثي، إنه في طفرة ما صارت في جين ما أثرت عليه وأفرزت لنا المرض. رقم واحد. سكر الناضجين أو الشباب الناضجين اللي احنا بنسميه برضو نتيجة طفرة وراثية، إذن هو مرض وراثي من الدرجة أو من الطراز رفيع. هذا نيجي للنوع الأول. النوع الأول صعب تحكي إنه مرض وراثي، ولكن الوراثة لها دور فيه. هو عبارة أو هو نتيجة بيكون إنه الجهاز نفسه، جسمك أنت نفسه بينتج أجساد مضادة ضد خلايا بيتا المفرزة للأنسولين وبحطمها. عرفتي؟ هذا اللي بصير في النوع الأول. هل هو وراثي أو مش وراثي؟ الوراثة بتلعب دور فيه، ولكن صعب نحكي إنه وراثي. النوع الثاني اللي هو المنتشر عندنا اللي بصيب طبعا فوق 40 سنة أو فوق 50 سنة واللي بكون مصاحبه طبعا السمنة والجسد الدهون الزائدة، الأكل، عدم الرياضة. هذا النوع الثاني. هلا قبل 20 سنة
لو سألت العلماء أو أي طبيب حيحكي لك إنه النوع الأول وراثي أكثر من النوع الثاني. مع التقدم العلمي اللي صار ومع الاكتشافات اللي صارت طلعت العكس تماماً. أنت عندك دكتور جلال، أنت عندك أبحاث ودراسات خاصة في موضوع السكري. صحيح. عطني ملخصها. والله أنا شخصياً عندي كذا محور بحاول أعمل دراسات عليه. المحور الأول بحاول أدرس أسباب المرض. كنا من الناس الأوائل اللي حللنا التركيب الجينومي أو التركيب الجيني في خلايا بيتا بين الناس الأصحاء والناس اللي معهم المرض، والحمد لله استطعنا بواسطة التحليل الجيني هذا نكتشف عدة جينات جديدة بتلعب دور مهم في إفراز الإنسولين أو في عمل خلايا البيتا. هذا محور. في محاور تانية بنشتغل عليها زي هلا المعروف إنه فيتامين دي العلاقة هو تي ده بال فيتامين دي فيتامين دي فيتامين دال. أيوه. آسف فيتامين دال هذا برضو من نوع الوقاية بالمناسبة، لازم نحطه إنه لازم دائما تشيك الفيتامين دال عندك. كل ما قل الفيتامين دال عندنا في المنطقة العربية أصلا نقص كبير. بالضبط بالضبط. هلا أنا بدرس فيتامين تاني، فيتامين ألف، درسته على مرضى إماراتيين، وجل المرضى الإماراتيين اللي درسناهم كان عندهم نقص حاد وواضح في فيتامين ألف. بدرس محور ثاني اللي هو اكتشاف بعض المؤشرات الحيوية اللي ممكن نستخدمها كبيوماركرز للتشخيص المبكر، يعني قبل ما يصل المريض مرحلة السكري ممكن إحنا نستخدم بعض المؤشرات تدلنا إنه هذا الشخص رايح في هذا الاتجاه، وبالتالي ممكن نعالجه أو نتحكم فيه قبل ما يصل المرحلة هاي. في كمان محور عنا ومهم بنسأل سؤال مهم فيه، إنه ليش النساء أقل عرضة للمرض من الرجال مثلا. طبعا الشغلتين اللي أجوا في ذهننا في هذيك الفترة إنه الحديد، كمية الحديد عند النساء دائما أقل من الرجال، أو إنه مستوى هرمون الأستروجين أعلى عند النساء من الرجال. فبالتالي بلشنا ندرس الموضوعين هذول على حدة ونشوف كيف تأثيرهم على خلايا البيتا وإفراز الإنسولين. أتمنى والله يا دكتور أن يكون عندنا وقت أكثر وأطول نتكلم فيه عن هذا الموضوع الشيق، بس مع الأسف الوقت داهمنا. ضيفنا في الاستديو الدكتور جلال تنيرة، أستاذ باحث في كلية الطب في جامعة الشارقة. شكرا جزيلا. يا حياك يا حياك. شكرا دكتور.